زعما الصراحه كان واحد الاخ صرح بواحد التصريح وعجبني مجيد السعيدي كنوجه ليه التحيه، كان قال بالله راه حتى حنا كنساهموا في هاد المشاكل اللي كتعيشها ماشي غير الدار البيضاء، بزاف ديال المدن في المغرب كيعيشوا هاد المشاكل، يعني حتى حنا كنفرطوا في شي حوايج كنلوحوا الزبل حاشاك بلايص، يعني هادشي كيتسبب في هاد المشاكل اللي كنعيشوها دابا. رساله لهاد الناس كنقول لهم راه بحال في دارك وكتحافظ على دارك، ما كتبغيش تخنق، ما كتبغيش يطراو فيها شي حوايج. يعني بحال في دارك، يعني هاد زعما زعما شنو نقول لكم، زعما ماشي انا ماشي زعما كنوجه لكم هادشي زعما ديريكت وقاصح، يعني كنقول لكم راه حنا خوت ونحاولوا على راسنا، هادشي اللي كاين.